اولا من الولاده تاع المولود حاولوا نطبقوا السنن ديال اليوم الاول تحنيك ديال الطفل الاذان في الاذن ديال المولود اختاروا لي تسميه زوينه سميو شي سميه زوينه الله يرضي عليكم ماشي بدات تكون سميه عربيه لا غير تكون سميه عندها معنى زوين واحد المعنى زوين كما قلنا قبيله حفصه ها معناها الصغير من كل شيء وتطلقوا على الشبله وعلى البيت الصغير وتسمت بها واحد المراه شريفه مباركه ام المؤمنين امنا كاملين اللي هي حفصه بنت عمر سميتها خديجه فاطمه ها أه؟ أعطى الله الاسماء عائشه عطى الله الاسماء الطيبه الرجال عمر عبد الله عثمان احمد محمد زيد سعد ماشي حدا بقى شي سميه دابا كنسميو شي سميات حنا واش واحد جيب لي السميه ديال تركيا واحد جيب السميه ديال لبنان واحد واحد سمي بنتو نانا شنو نانا؟ لك سميتها نانا ما معنى نانا وش هذا اسم ولا تراكتور ولا حرف جر ولا حرف مضغ ولا نانا شنو نانا شي اسميات ما, ما م... اصلا ماشي اسماء لا اسم راه عنده 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 شروط في اللغه العربيه ما تسميش ولدك حرف ولا فعل سمي اسم عنده معنى عنده معنى سميتك مروه البنت مروه آه حجاره ملساء مضيئه يشع منها النور سمتك صفاء الصفاء فيه الشوائب سميتك محمد باش تكون محمود في الافعال ديالك سميتك حسن باش تكون حسن في الاخلاق ديالك كل سميه راه عندها معنى ماشي عاود تسمي الاسماء وكاين كيسمع الاسماء المحرمه كاين شي اسماء محرمه ما خصكش تسميها كل اسم عبد لغير الله فهو حرام كاع الاسماء اللي فيها عبد شي حاجه من غير الله والاسماء ديالو ما تسميهاش كاين عاود كيقزم كي الاسماء محمد كيعيطوا ليه موح صحابنا يمدوك النح الحوس ها آه كي كي السميات داك الادغام ديال الاسماء سمي محمد والعرب تيقولوا السيمو افينا السيمو شو هاد الهضره هادي آه محمد سيمو لا بيمو مشكله هادي الاسماء فقه قد سميه سمي وليد ديالك سميتو عثمان بغيتي يكون بحال الصحابي جل عثمان في الحياه وفي وف السخاء هكا هكا تكون عندي الطموح دير غير النيه مع الله راه يقدر الله يحق لك الرجاء ديالك سمته ابراهيم باش يكون امام في التوحيد